السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه هو مستقبل البيم ومستقبل الـ Sustainability اللي هي الاستدامة من حيث السوق العمل؟ في اهتمام جامد بيهم الفترة ديت، سواء في الخليج أو في أوروبا أو في أمريكا، بدأ الناس يهتموا بموضوع البيم والـ Sustainability، لأن هما لهم بيوفروا. يعني لما أنا بطبق البيم بضمن إن الوقت هلتزم بيه، وإن الجودة هتبقى أفضل، وإن التكلفة هتقل لو انا مطبق البيم مظبوط. والاستدامة أصبحت في قوانين كتيرة بتخليها إجباري في المشروع. يعني في مشاريع بتنزل يقول لك لازم تاخد فيها مثلا فور ستار، أو تجيب فيها ذهبي، لو مش شرط عليك الشرط دوت، وإلا مش تاخد مثلا الدفعة الأخيرة، أو في مبلغ معين هتخصم. فأصبح في اهتمام، لأن هي حاجة للبيئة. يعني في ناس كتيرة بدأت تفهم ان احنا لو اذينا البيئه او ما اهتمناش بان احنا نعمل استدامه كويسه هتبقى في مشاكل. ففي اهتمام جامد جدا في المشاريع في الفتره الحاليه بالاستدامه والبيم، مش موضه وهتخلص، او لا ده هي لو احنا ما عملناش استدامه مظبوط فما نعرفش اللي هيحصل للكره الارضيه بعد كده. هتلاقي كل المباني فيها اذى للبيئه، وبتزود الحراره، وبتعمل مشاكل كتيره جدا في المناخ. فعشان كده الناس بدات تهتم بالأرض اللي احنا عايشين عليها. لما يعمروا المريخ ممكن نتهاون شوية. والبيم أثبت جودة مشاريع كتيرة، فأصبح فيه اهتمام جامد بيه.